مساء الخير على حضراتكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من البي والهانم. حلقتنا النهارده حلقه مهمه جدا، لو بتكلم فيها بموضوعيه لان هو موضوع يشغل اراء كتير جدا من الناس اللي بتتفرج علينا النهارده، وبيوت كتيره جدا جدا بتتكلم في الموضوع ده. منورانا النهارده وشرفانا ومنوره اسره البي والهانم الاستاذه نورين. مساء الخير. اهلا وسهلا، ضفت البرنامج النهارده. قلت اكسر بس الموضوع السريع عشان ما حسيتش نفسي. يا مساء الفل والهنا على كل بيشوفونا النهارده، ويا مساء الفل والجمال وكل حاجه حلوه على كل ستات وهوانم وبنات حلوه بيشوفونا. وانا النهارده رسالتي اكتر لكل الامهات، لاني الموضوع النهارده اللي هنتكلم عنه عن كل بنت ست حصل تجربه زواج ليها، سواء بعد جابت اطفال او ما جابتش وانفصلت، تيجي بقى ام زيها او ام انثى زيها تقول لابنها لا ما تتجوز البنت دي لانها عندها تجربه تانية، وكان انها لما فشلت في تجربه احنا هنحكم عليها كلنا بالاعدام انها ما يكونش ليها تجارب تانية. هل ده من العدل يا ممدوح؟ لا طبعا مش من العدل ومش من الانصاف ان انا احكم على حد حصل معاه تجربه ما وفشل فيها، لأنا خلاص انت ما تتجوز تاني، انت تربي عيالك وتكمل كده حياتك وانسى تشوف وتدوق الطعم الحلو. ليه نعمل ده؟ ولو انت عندك اخت ليه ما تخليهاش تتجوز تاني وتفتح بيت تاني وتعيش تاني وتخلف تاني ويبقى حياتها حلوه؟ وليه الطفل اللي اتولد ده ما يجيلوش اخ تاني وعادي الدنيا بتمشي؟ في ناس كتيره جدا بتعترض موضوع اللي انت ممكن تتجوز حد منفصل. الحلقه بتاعتنا النهارده بتتكلم على الانسانه المنفصله، هل تقبل الجواز منها ولا لا؟ انا بقول بقى الاثنين، هل الراجل يقبل الجواز من انسانه منفصله ولا لا؟ وهل الانسانه تقبل الجواز من الراجل المنفصل ولا لا؟ ده اللي هنتكلم فيه النهارده مع تجارب كتيره، ناس بتوافق وناس ضد وناس لا. فانتوا انتوا رايكم برضو انتوا كمشاهدين يعني انتوا اتكلموا فيها. عادي جدا على فكره انا كاب او كام ان انا بنتي ترتبط بواحد قبل كده كان منفصل وعنده طفل كمان، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ وعادي جدا كمان برضو ان انا ابني عايز يرتبط ببنت منفصله او بسيده منفصله وكانت معاها اولاد. الفكره كلها مش ان احنا بنقول لكم يعني يحصل حاجه معينه، انتوا زمان من سنين كتير قوي كنا بنقول لو احنا ما فيش حد منفصل ينفع يعني، او واحده منفصله ينفع يحصل زواج. طب والطلاق بقى؟ يبقى كده انتوا بتزقوا الناس ان هما يكونوا متجوزين ومش سعداء ومش مبسوطين وسيبوا على طول قاعده، وبيحصل العيال بتيجي مشتته لما بيكون البيت اصلا بايظ، سواء كان الراجل والست مش مستحملين الحياه مع بعض. فمن فضلكم لو سمحت تريثوا في التفكير وما تاخدوش الموضوع على عاتق. ما ينفعش ابني يتجوز واحده منفصله وما ينفعش بنتي تتجوز واحد منفصل، الموضوع المفروض اسهل من كده. النهارده حلقتنا هنناقش فيها مع الناس دي كلها ونشوف الاراء ما بين او بين لا. ماشي نقول ماشي ممدوح، يلا نشوف بقى يا ترى معانا النهارده حالات كتير جدا من الناس اللي وجهه نظرهم يا ترى معانا الشخص اللي بيوافق يتجوز بواحده منفصله او لا، و الام اللي وجهه نظرها ايه انها موافقه او رافضه. هنشوف ده بس نطلع مع الفصل، خليكم معانا. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم موضوع حلقتنا النهارده، هو هل ممكن تتجوز مطلقه او منفصله؟ هل ده لقب يعني الواحد ممكن يبقى كانه حاجه وصمه عار او عيب فانت ما تقدرش تتجوزها؟ وليه لو انت عندك مشكله يا ترى بيكون ليه؟ وليه الابهات والامهات وخاصه يعني الامهات بتكون عندها اعتراض لو ابنها ما اتجوزش قبل كده ما لهوش تجربه زواج انها يتجوز من واحده منفصله؟ بس الاول نرحب بضيوفنا اللي منورين معانا النهارده، احمد حسين والاستاذ احمد محمد. اهلا بيكم استاذ احمد محمد واستاذ احمد حسين. اهلا وسهلا بيكم. هنبتدي مع الرافض اللي هو شايف انا لا مش هتجوز انسانه منفصله، هي عندها فشل في حياتها وتاخد تجربتها لوحدها، وانا ماليش ذنب ان انا اخد تجربه مع حد اتجوز حد غيري او عايش مع حد غيري. احمد حسين، ليه انت ليك النظرة دي وشايف اللي دي نظرة في مجتمعنا صعب؟ احنا كتير قوي بيحصل انفصال، بيحصل كتير قوي مشاكل احنا ما مكملش في حياتنا، وده عادي طبيعي جدا كلنا بنقابل الكبوة دي. تمام. انت ليه رافض تماما الفكرة؟ اولا الفكرة هي انا شايف ان الواحد مننا يعني دلوقتي في الفترة اللي احنا فيها طالما يعني الاجواء بقت صعبة قوي، مراحل الطلاق بقت كتير جدا. تمام. فمعنى ان هي الموضوع يبقى كتير قوي ومأفور، معنى ان البني ادمه دي هي فشلت في حياتها. تمام. حتى لو كان الشخص اللي معاها هو اللي ادى السبب لده، فانت كان فين وجهه نظرك من البدايه مع في فتره خطوبه؟ ليه فين وجهه نظرك في فتره الخطوبه دي؟ هي عاملينها تبقى معايشه. اوقات يا احمد بنروح شغلانه وفاكرين ان الشغلانه حلوه جدا ومبسوطين بالاجواء اللي فيها، ونكتشف ان احنا مش لايقه علينا الشغلانه ومش عارفين ندي فيها. فانا شايف كده بوجهه نظر
وجهه نظر مش نظر بس وجهه نظر هي كده فيها عنصريه شويه ان الست مطلقه خلاص كملي بيت حياتك كده عشان انت فشلتي في جوازك. لا مش تكمل بيت حتى كده ماشي تتجوز مفيش مشكله بس هي لما تفكر تتجوز ما ينفعش تتجوز او انا عموما تتجوز واحد عايز انت عايز صح انا عايز بقى ليه بقى ليه ما تنفعش تتجوز واحد عايز في وجهه نظر مثلا؟ لا هي مش ليه هو ممكن وجهه نظري انا الشخصي انا يعني مش طب انا هسالك سؤال انت تشتغل طيب تشتغل ايه الاول في معمل تحليل معمل تحليل لو انت اشتغلت في مكان قبل كده في المعمل التحليل ده وقدمت فيه وما ارتحتش في المكان ومشيت هل ينفع لما تيجي تقدم في شغلانه تانية تترفض لانك انت فشلت في المعمل التحليل مره واحده فكل معامل التحاليل التانيين يقولوا لا احنا بناخدش واحد فشل في المكان ده تاني مش هنشغله وما تلاقيش شغل ايه رايك مش بالظبط والله بس انا شايف ان الست المطلقه يعني كمن وجهه نظري انا هي الانسب ان هي تتجوز يعني حد زيها وخصوصا لو كمان معاها اطفال فلو انا هبقى لسه في بدايه حياتي هبقى عايز واحده انا ابقى اول حد ليها ليه انا اخد واحده مثلا حد مثلا هي دي مش محتاجه شخص انا بشوف من وجهه نظري ما تفرقش متزوج او لا قبل كده بس شخص عاقل قوي فاهم قوي عشان تفتح بيت بواحده يعني معاها ايه او اولاد ويكون اب ليهم ده انت بتتكلم صح انا ما عنديش مشكله بس ثانيه واحده انت حبيت واحده دلوقتي منفصله ومعاها طفله او طفله وات ايفر معاها اتنين حتى بس في حب بيجي بيخلي البيت يبقى فيه راحه فانت حبيت الانسان هتقول لا مش هتجوز برضه لو حابب الفكره لكن انت قافلها اصلا انا قافل الفكره بالمنظور كله المنظور لان انا مش حابب حد يعني انا مش حابب ان البني ادمه ان انا هرتبط بيها انا اكون اول حد في حياتها نتكلم مع استاذ احمد محمد طبعا انت ما عندكش مشكله ان انت ترتبط بواحده منفصله لا انا مش شايف ان هي فيها مشكله خالص يعني هو ممكن يكون الراجل هو السبب ممكن يكون الاثنين مش متفاهمين انا ممكن ابقى انا متفاهم معاها اكتر ممكن يكون في مشاكل كتير احنا ما نعرفهاش وبعدين هو ليه دايما نحط العاتق على الست ان هي دايما هي اللي غلطانه صح لا هو كمان ممكن تتجوز واحده مش منفصله قبل كده وتفشل معاها ده انت كان عندك بالزبط. تجربه يا احمد انك كنت بتحب حد كان منفصل وكان عندها طفله تقريبا والعيله والجيران والصحاب فضلوا معاك لغايه ما وقفت التجربه وانت اضطريت انك تسيب الانسانه دي ازاي وانت دلوقتي بتقول لي انا عايز ده واكمل في ده وعادي ما عنديش مشكله عشان انا لسه بحبها ولسه شايف ان دي حاجه بالنسبه لي مش عيب هم شايفينها ان هي حاجه غلط او شايفين ان هي معنى كده ان هي مش كويسه ومعنى كده حاجات كتير جت في دماغهم انا مش شايفها غلط وبعدين شايفها ان انا يعني افكر بالموضوع بمنطق تاني شويه لو هي مثلا اختي لو هي حد قريبي لو هي اي حد ليه ابص لها البصه دي صح ليه دايما ببص البصه بالشكل ده وانا لو انفصلت ورحت سواء هتجوز واحده مطلقه او مش مطلقه ليه الناس ما تبصليش نفس البصه صح ليه دايما احنا مجتمع ذكوري بزياده بنفكر في فكره ان الست طالما انفصلت لا يبقى هي اللي غلطانه ليه ما اصرتش على طلبك واصرت على الانسانه ليه ما اصرتش اللي انت شايفها من وجهه نظرك تصلح ليك وانت شايف ان انا هحارب الدنيا كلها عشان خاطري عشان اهلي بس مش عشان صحابي ومش عشان اي حد تاني انت عندك راي ما انت دلوقتي راجل بتشتغل 27 سنه ما شاء الله تقدر تفتح البيت وانت حاطط رجل على رجل تمام وانا بحترم جدا اراء الاهل لان الاهل راس يعني ارائهم فوق راسنا ما عنديش اي مشكله وما عنديش اي خلاف بس برضو دي حياتك ما انا مش هبعده ما فيش حد بيعيش لوحده لا احنا ما بنقولكش ان احنا تخسر اهلك وما بنقولكش ان انت ارتبط من يعني مع عكس ارادتهم فتخسرهم خالص فتختارها هي لان اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد ولكن انا بقولك ليه ما حاولتش تبقى مستمر باستماتة ان انا لو ما اتجوزتهاش مش هتجوز خالص او حاولت مدة طويلة لحد دلوقتي بحاول لحد دلوقتي طيب تمام يعني انا كان نفسي تقول لي انا برضه لسه متمسك وانا عاجبني قوي فانا الحمد لله خدتها منك ان لحد دلوقتي بتحاول انت مالك قد ايه في العلاقه كده تقريبا 3 سنين 3 سنين ولسه بتحارب طب ليه منظور المجتمع للانسانه المنفصله هي غلطه غلط كبير جدا وما تستحقش بقى انها تتجوز تاني عيشي بقى وربي عيالك وعودي بقى كده ليه المجتمع بيبص كده عشان احنا متاخرين زياده قوي في الفكر عموما بقى مش ناحيه مش من النقطه دي بس وانت قلت جمله حلوه قوي قالها يا نورين دلوقتي قالك انا لو عندي اخت ما عنديش مشكله خالص ان انا وانفصلت اتجوز تاني يعني انت ما بتحكمش على الناس على مجرد انك بتحكم ونرجع بقى دلوقتي لاحمد حسين لا انا عايز اساله نفس السؤال بالظبط بتاع ممدوح ليه شايف انها المفروض الست المنفصله نحكم عليها عادي جدا ان احنا ملهاش فرص تانية وليه بنحكم عليها كده نفس السؤال بالظبط لا هي مش ملهاش فرص تانية هي ليها فرص مع تانية. اي شخص اصل بص الشخص بيبقى شخص احنا مش بنشوفه يا ترى قبل ما اتعرف عليك وانا ارتبط بيك انا بشوف طباعه وصفاته مناسبه ليا ولا لا مش بشوفه هل انت كان ايه تجاربك في الماضي احنا كده مش هنلاقي حد لا طبعا صح مش ممكن تكون يعني انت كده بالنسبه لك المخطوبه وحشه برضو لا طبعا والمرتبطه وحشه
لا طبعا. طب دلوقتي انت ممكن تخطب واحده صح والله العظيم، انت ممكن دلوقتي تخطب واحده او راح تتقدم لواحده اتخطبت 5 مرات قبل كده، هتقول ما فشكلت 5 خطوبات فانا مش هينفع اتجوزها؟ لا هي ساعتها بقى ايه يعني، انا دلوقتي يعني هي خدت نص تجربه، حلو مش تجربه ماشي، ان هي تخوض تجربه كامله وان هي تغامر في تجربه بعد كده ترجع. يعني طبعا قبل التجربه دي اكيد هي مرت بفتره كبيره جدا في الخطوبه، التعارف مع التعارف كده فان هي تخوض فتره التعارف ماشي، بعد كده تخوض فتره الجواز بعد كده تفشل سواء ببيبي. احمد انت اتجوزت وخلفت مثلا وحصل انفصال، تمام يعني احنا انا بتكلم معاك راجل لراجل اهو، تمام وحصل انفصال ومعاك عيله، والعيلة او الولد محتاجين حد يربيهم، محتاجين ام، وده طبيعي أكيد جدا أكيد. انا هخلف البنت اللي او الابني ده هفضل انا اللي اعلمه وانا اللي اكله وانا اللي اشربه، ولا هتتجوز وتفتح بيت تاني من واحده تانية؟ هتجوز وافتح بيت تاني من واحده تانية بس معنى. تكون متزوجه بس تكون خدت التجربه. ده غير الموضوع ده، انا عجبني قوي بقى دلوقتي. ثانيه اديني فرصتي بقى. اتفضل. لا اتفضل انا دلوقتي ما عندكش مشكله ان انا لو انفصلت هتجوز واحده تانية بس تكون خدت التجربه. اصبح الموضوع تمام ان انا ممكن اتجوز واحده اتطلقت قبل كده؟ لا مش تجربه جواز، ما تجربه ايه اللي هي الخطوبه. طب اشمعنى انت هي تاخدك وانت منفصل؟ تجربه جواز. ثانيه بس تعالي لي، اشمعنى انت عايز تاخد واحده قبل كده موافقه بيك وانت كان في حياتك واحده وانت ما تاخدش؟ اقول لك انا اللي انت مش قادر تقوله، المشكله ان كان في حياتها راجل رغم ان هو كان زوجها وفي الحلال وكل الكلام ده، كان في حياتها راجل، فانت ده المشكله انا بشوفها، لان الرجل الشرقي مش متقبل ده حتى لو كان جوزها. ده صح، هي دي المشكله الحقيقيه. يعني انت مش هتعرف تتعايش مع واحده كانت عايشه مع راجل تاني. لو انا يعني انا حتى لو خليني بقى اتكلم بصراحه، فاكره اللي هي انا لو معايا بيبي وحبيت ان انا اتجوز هاخد برضه بنت لازم يعني دي التجربه. بص وده رايك، احنا مش هنحجر عليه. لا انا رايك ده انا هديه بس في الرياكشن مش هنحجر. اريد رياكشن. لا تعليق. اوكي انا مش هحجر على رايك استاذ احمد حسين، نورتنا وشرفت الدنيا. الله يخليك استاذ احمد محمد، وده راي مع وراي ضد، فانتوا ده الاراء اللي احنا بنقولها للمشاهدين، فانتوا نورتونا النهارده ونورتوا البيه والهاني. طبعا حضراتكم مع او ضد دي حاجه ترجع لكم، لان صوتك من دماغك انت اللي شايفه صح اعمله، فاكيد لسه في كلام تاني ولسه في حوارات تاني وفي تجارب تاني. فاصل ونرجع لكم تاني. ما بين الرأي والرأي الآخر، إحنا جبنا شباب اتكلمنا معاهم وحاورناهم وشفنا دماغهم، ناس موافقة وناس معترضة، ده اللي موجود في الشارع. طيب الأكتر الأحسن نخش جوه البيت، فنوصل للأم البيت، الأم الاقتصادية اللي عايشة في البيت، اللي بتقدر تتحكم في نشأتنا، المدرسة اللي موجودة في بيتنا. فهنتكلم معهم لأن في برضو رأي معارض ورأي موافق. إحنا بنتكلم النهاردة في حلقتنا، وعيد تاني اللي لسه جايين النهاردة مشرفنا دلوقتي في البيه والهانم، هل أنت ترفض الجواز من مطلقة ولا أنت مع الجواز من مطلقة؟ الموضوع عادي جدا، وعلى فكرة أنا هعمل الموضوع ناحيتين، وأنت ترفضي الجواز من مطلق وبرضه نفس القصه، هل توافق ان تتجوزي واحد كان مطلق ولا لا؟ وكان الشخص المنفصل ده معيوب. لا والله يعني احنا ما فيناش غير احنا كويسين وحلوين كانه. فدخلنا البيت المصري وجبنا بقى 2 ستات هم الاقتصاد بتاع البيت، فمنورانا النهارده مشرفانا الاستاذه منيره مهنا، منوره الدنيا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا منورانا. اهلا وكمان منورانا الاستاذه عزيزه ابراهيم، اهلا وسهلا بيك. استاذه عزيزه والاستاذه منيره كلكم امهات صح؟ بس الاول نتكلم للشخص او الام المعارضه. أستاذة عزيزة، عندك ولد عنده حدود 27 سنة، يعني ممكن يبقى ينفع يكون متزوج يعني. ترفضي أنه يتزوج من واحدة منفصلة قبل كده أو ليها تجربة، ليه؟ هي مشكلة المجتمع اللي احنا فيه، إن أساساً المطلقة للأسف بيقولوا أن هي فيها نورها مشاكل ومش عارف إيه، فأنا ليه أدخل أخلي ابني يدخل تجربة فيها مشاكل من الأول؟ مش عيب في الست نفسها أو في حاجة، لا عيب في التفكير بتاعنا، وانا عايز ابني يدخل حياه جديده جديده بكل حاجه. طب مش يمكن ياخد واحده كانت متزوجه قبل كده، سوري مش متزوجه قبل كده، يبقى فيها مشاكل يعني؟ أكيد. يمكن لو لقيتي واحده فيها مشاكل اصلا بشكل عام، متزوجه او غير متزوجه، ارفضي. بس ليه الموضوع يعني انت بتقولي دلوقتي في الكلام عيب المجتمع، يعني انت مش حباه في المجتمع، رغم كده بتساعدي المجتمع ان يكمل الغلط، مش حاساها حاجه للأسف غريبه؟ للاسف. في العيله عند حضرتك اكيد في حصل انفصالات، اكيد لو فكرت كده ودورتي، اصل مفيش عيله في بيت مصري ما فيهوش مشاكل. حصل. هل اللي موجود في البيوت دي سواء راجل او ست ما اتجوزت تاني بعد كده؟
كمل حياته من غير جواز؟ لا اتجوزه تاني يعني اصبح انه موجود في العيله. اه يعني الموضوع مش شاذ عن قاعده اقول احنا عيلتنا كلها ما بتعملش الحاجه دي، لا, لا يعني فيه. طب ليه حضرتك رافضه؟ انا بتكلم دلوقتي انا كراجل يعني انا مستغرب لان انتوا هوانم، انا بالنسبه لي الهوانم دول يعني الموضوع هيبقى سلس شويه، لكن انا بكتشف ان المعارضه كلها عند الستات الهوانم. طب ازاي حضرتك واحده ست رافضه ان ممكن واحده تتجوز تاني بعد انفصالها؟ يمكن انا عشان ست وعشت الحياة الزوجية وشفت ان الحياة الزوجية كلها مشاكل، مش حياة زوجية مش فتح وخروج، لا دي مسؤولية وتحمل مسؤولية. ان الست في الاول حياتها ما تتحملش المسؤولية دي وتهرب بالطلاق، مش ضمان انها تبقى مع ابني تحمل المسؤولية، هتساند ابني بعد كده ازاي؟ لا ازاي الكلام ده؟ يعني انت جايه بتحكمي على كل الستات ان الست اللي فشلت في علاقة انها تكون ست خلاص اعدام؟ انت لا مش انت عارفه ده معناه بتقولي ايه؟ بتقولي ان اي ست في الدنيا بصراحه كلامك بصراحه تحس انها مع زوج والزوج ده مش مبسوطه معاه، خليكي مع الزوج ده لان انت لما هتنفصلي عنه مش هتلاقي ولا حد يرتبط بيكي، والاوبشن الوحيد او الحاجه الوحيده المتاحه ليكي شخص منفصل. فاحنا بنحجم الموضوع اكتر، هو حد يلاقي اصلا حد يكون مناسب ليه عشان كمان ياخده باوبشن اصعب او ان لازم يكون كمان منفصل؟ مش حاساها صعبه؟ طب انت قلتي دلوقتي رايي. اه انت قلتي اوبشن صعب. فانت بتتكلمي انا ادي لابني بقى الاصعب. اللي هو ايه؟ ادي المشاكل ليه اخده؟ ايه المشاكل؟ حبها. طب ماشي انا اعملي بالحب بدور. هو ايه المشاكل؟ المشاكل دي انا ايش ضمني الشخص ما ان هي كانت مرتبطه بيه ده هيسيبها في حالها؟ دي حاجه. لا مفيش حاجه اسمها الكلام ده يا استاذ عزيز. انا كده هقف هنا لحظه. لا مفيش حاجه اسمها كده. في عندنا احنا عايشين في دوله فيها قانون وفيها لا ده تمام وده محفوظ، بس انا بتكلم دلوقتي الست دي ليها احتياجات وعايزه سند وظهر، وممكن اللي يخش عليها ده يعوضها على اللي فات، لان اللي فات ده كان وحش. ما تاخدهاش بذنبها لان هي ممكن ما تكونش عملت حاجه، مش ذنبها، التاني كان وحش كان بيعمل حاجات مش لطيفه وات ايفر كان. ايه المشكله؟ يبقى معنى كده ان احنا نقول للراجل كمان ما يتجوزش ان انت لا يتجوز وهي تتجوز؟ لا بلاش وجهه نظر. انا شايفه وجهه نظر ثانيه بقى خالص ودايما بقولها، مش يمكن هما الاثنين مش مناسبين لبعض، مش معشقين مع بعض؟ بس في حاجه تعشق مع حد تاني. انا ليه يعني انا وجهه نظري انا عايزه ابني، يعني انا مش كامل، انا عايزه ابني مش هتكلم على الست يعيش كل حاجه جديده. ما هو برده مش هناخد على اخطاء الاخرين، احنا ما نعرفش فيه ايه اللي مخبئه لنا القدر. فانت كلامك تمام، بس هروح بقى للاستاذه منيره عشان هي مع مش ضد وعندها ابن وربنا يخليهم لك يا رب اولادك كلهم. فعلا انا ابني فعلا حب واحده مطلقه تمام ومعاها بنت كمان، وانا بنت. موافقه. وانا موافقه وبابا موافق. الله ازاي معها بنت يعني كمان. شايف المجتمع دلوقتي كله بيرفض وما فيهم حد استاذ عزيز، مش كله، اكتريه المجتمع بيقول لا احنا مش موافقين على موضوع الجواز المطلقه. ازاي انت بقى كده والاب انتوا الاثنين في البيت بعد تربيه وابنكم وليه ما ياخدش واحده؟ وابن واحد على فكره برضه كمان. طب ايه بقى الفكره ازاي كده دخلت في الفكره؟ ان انا ان هي لو هتريحه وبيحبوا بعض وهو بيحبها خلاص، ليه ان انا احكم على بنت مطلقه ان هي يعني مثلا ان هي انهي حياتها خلاص؟ طالما اتطلقت خلاص يبقى ملهاش عيشه تاني، هتتجوز تاني. مش شايفه عشان نظره المجتمع والجيران والقرايب؟ انت عارف حضرتك أيوة المجتمع أيوة بتاعنا الشرقي يعني. ما هو ده هاجموكي يعني؟ عندك حد هاجم قالك لا انت ازاي بتعملي كده في ابنك؟ انت بتفرطي بيه ده الحيله؟ هو في من اخواته معارضين بس احنا بصراحه موافقين عشان هو حاببها. وطالما هي هتريحه وبتحبه خلاص بيحبوا بعض هيعيشوا مع بعض. الجواز من حد منفصل بيفرق عن الجواز من حد لسه ما اتجوزش؟ يعني في الامكانيات في الجواز الامكانيات بقى على اساس ان بيقولوا المطلقه ما بيجيلهاش زي اللي هي البنت. طب ليه العفش والقايمه والمؤخر والشبكه دي زي دي كمان؟ دي زي دي. طب والله وجهه نظر عجبتني. والله حرام جدا حرام جدا لانها بني ادم يعني عادي كاني ما فيهاش عيب زي ما هي واحد. ممكن تكون اتظلمت اظلمها انا ليه تاني؟ كان ممكن تكون بنتي في نفس الموقف. ليه الله يفتح عليك. والله انا بتكلم بجد جمله مهمه قوي. انا شايفه ضحكتك اهو، شايفاك بتضحكي حلوه قوي. قالت ايه؟ قالت دلوقتي ليه البنت المنفصله اللي كان عندها مشكله ما في حياتها ليه ما تتجوزش زي البنت اللي كانت متجوزه اللي لسه هتتجوز؟ ليه انتوا بتحسبوا دي سلعه بايظه فيلا اردي باللي جاي لك خلاص؟ ربنا كرمك الحمد لله، احمد ربنا على كده ولم الدنيا. وكانك المفروض ما دايما يكون مالكيش فرص، وكانك بني ادمه بقيتي نص بني ادمه او ربع، مع انك ممكن تكوني مميزه جدا، ممكن تكون السيده دي سيده ذكيه ومتعلمه وناجحه في شغلها وام شاطره، والبنت الثانيه اللي اقل بكتير الام عاوزه ده. انا بوجه رساله لكل يعني الابهات والامهات اللي في البيوت والرجال، طبعا ما بنقولش كل واحد حر في اختياراته ورايه، بس ما تبصش على الاقل
للسيده دي انها معيوبه، ولا حتى الراجل اللي منفصل انه معيوب. جدا جدا. لو بنتك حبت ولد او كانت عايزه ترتبط براجل وعنده طفل او عنده طفله، ايه المشكله؟ خشوا دخلوهم في اختبارات كتيرة عشان ما يحصلش اي مشاكل، وخلي حياتهم تمشي، ما توقفوش قدام اي حد. يا جماعة احنا عايشين مرة واحدة، خلينا نستمتع بعيشتنا، مش لازم كل حاجة نحط العقدة في المنشار ونشيل في المجتمع. لا، لازم يا جماعة احنا مش هنرجم واحنا عايشين. انت خلفتي بعد انفصال حصل الجواز تاني عادي، انت خلفت وحصل انفصال واتجوزت تاني عادي، المركب بتمشي والدنيا هتفضل تمشي لغاية يوم القيامة، فما توقفوش المراكب السايرة، خلوا الناس تستمتع بحياتها. دي حقيقة. البيوت كلها لازم تتفتح، احنا بينا في 2024 خلاص، خليك استاذة عزيزة واستاذة منيرة، انتوا نورتوني النهارده. ارائكم طبعا انتوا الاثنين امهات على راسي من فوق، ولكن هحط صوتي على صوت ممدوح واقول البني ادم سواء راجل او ست اللي كان تزوج وانفصل سواء عنده طفل او ما عندوش، هو بني ادم ممكن يكون اخذ التجربه دي وتعلم منها وبقى افضل. فكروا فيها، صدقوني ده شخص مش معيوب، حتى المعيوب بنديله فرصه. ينفع كده؟ نطلع مع الفاصل. فقرتنا دلوقتي بقى مهمة جدا للبهوات، اقعدوا بقى كده معايا واتفرجوا معايا شوية عشان هكلمكم في حاجات تفيدكم وتهمكم. منورانا النهاردة أي أسبتانا، خصيصة العناية بالشعر والبشرة في مصر والشرق الأوسط، منورة الدنيا. أهلا بيكي يا ممدوح، أخبارك إيه؟ كله حلو. كل البهوات والهوانم عاملين إيه؟ والله أنا النهاردة فتحت الفقرة للبهوات، فمعلش أنا عارف إن كل حاجة بتخص الهوانم هوانم هوانم، معلش بقى سنة جديدة. فأنا النهاردة عاملة لهم خصومات والدنيا تبقى تمام يعني. طيب كلميني بقى الاول ايه كده عن اسباب تساقط الشعر، وبعد كده هنتكلم بقى في منتجاتنا، المنتج بتاعنا الحلو الجميل ده. ماشي. انا عندي طبعا البهوات اكتر ناس بتتعرض لتساقط الشعر. تمام. في نسبه منها وراثيه، تمام، من الصلع الوراثي او تساقط اللي هو الطبيعي. حلو. تمام. حتى الطبيعي مش طبيعي بس مجرد ان هو مثلا مع مرور الوقت او كده، لا ده الطبيعي ده ممكن يبقى ناتج يعني بسبب اسباب في الجسم. يعني مثلا الناس اللي عندها نقص الحديد تلاقي عندها تساقط زياده، الناس اللي عندها مشاكل في الانيميا تساقط، الناس اللي بتهتمش مثلا باكلها يبقى صحي في خضار وفاكهه وفي بروتين تلاقي عندها مثلا سوء التغذيه دوت يعمل لها كمان تساقط. الناس اللي دايما بتعرض شعرها للحراره يعمل لها تساقط، الناس اصلا اللي ما بتهتمش بالترطيب الجفاف ده كمان يعمل لي تساقط. ده غير بقى كمان الهوانم. ده بالنسبه للبهوات، الهوانم مثلا الناس اللي بتعمل تسريحات طول الوقت تشد شعرها لورا، الحاجات دي كمان تعمل تساقط. تمام. الناس اللي اولادها مثلا بيلعبوا سباحه وما بيهتموش مثلا ان هم يغسلوا بعد الكلور كويس او يرطبوا كويس بعد ميه الكلور يعمل لها تساقط. فانا عندي التساقط زي ما قلت لك، في تساقط طبيعي يوميا من 50 ل 100 شعرايه. طب حسيت ان انا عندي مشاكل، حسيت ان الشعر بيقع في الارض، حسيت ان الفرشه بتاعتي بقت مليانه شعر، ابتدي ادور بقى هل ممكن مثلا يبقى في ناس عندها مشاكل زي ما قلنا في الانيميا او في الحديد. حتى كمان الناس يا ممدوح اللي عندها مشاكل في الغده. والله كمان الغده بتاثر، الناس اللي الشمس والناس اللي عندها مشاكل في الغده تلاقي دايما عندها تساقط زياده. فانا عندي اسبابه كتير. احنا غلابه والله العظيم يا ايه، والله ساعدونا احنا غلابه، فهمونا. لا لازم يبتدي ياخد الخطوه. ياخد الخطوه ان انا اقلل كميه التساقط، اقلل كميه التساقط. يبقى انا اشوف عندي الاسباب، سوء تغذيه باخد مكمل غذائي، عندي مشاكل في الجفاف اخد بلسم وسيرم، عندي مشاكل في التساقط اخد شامبو. يبقى انا النهارده سله مثلث سله حللي كل حاجه. ده جميل قوي الكلام ده. ايه اول حاجه اقدر اخدها تفيدني انا من مشاكل تساقط الشعر، الفراغات، الصرع الوراثي، الحاجات دي كلها؟ بص، دايما بشرتنا وشعرنا مرايه. اكيد. مرايه لمين؟ مرايه لبطننا او مرايه لينا احنا نفسنا. فلو انا عندي الجهاز الهضمي او جسمي من جوه عامه كويس، هتلاقي كل المظاهر الخارجيه دي كويس. يبقى انا النهارده عندي اهم حاجه في منتج سيلا، تمام، هو المكمل الغذائي اللي هو المالتي فيتامين بتاعتنا. حلو. تمام. هي هتعالج لي 95% ممدوح من كل المشاكل. ده زي الفل. ده زي الفل. ليه بقى؟ هو في فوليك اسيد، يبقى انا قصه الحديد عندي والتساقط ما فيهاش مشاكل. في كولاجين، يبقى الناس اللي عندها مشاكل في البشره هتتعالج. في بيوتين، الناس اللي عندها تساقط في الشعر او شعرها بينزل هيتعالج. في فيتامين A وC ودي وكمان بي 12، فكل الفيتامينز اللي جسمه محتاجه موجوده. حلو قوي. حلو طبعا. ده احلى حاجه. اصل المشكله لما اجيب الفيتامينز دي مثلا من اكل وبخضار والحاجات كده، فانا محتاج كميات حلوه ولطيفه ووقت طويل. فانا النهارده عندي تركيز عالي، وفي نفس الوقت في وقت اسرع هشوف نتيجه احسن. مش هياثر عليا، مش هيتعبني يعني؟ لا خالص. اقول لك بقى ده انت بتاخد دواء ده هياثر على الكلى وياثر على الكبد والحاجات دي. هو اسمه مكمل، هو لازم يكمل لي يومي، لازم يكمل لي العمليه الغذائيه بتاعتي، هو اسمه مكمل غذائي. حلو. هو دلوقتي عشان يخاطر يحسن لي الضوافر، يحسن لي بشرتي، يحسن لي شعري، فهو بيكمل لي العمليه الجماليه دي.
تمام جدا، حلو جدا، احنا كده وصلنا لحته حلوه اللي هو مكوناته مفيده جدا لينا كالمعده. ابتدي بقى ازاي اعالج الشعر نفسه بقى؟ انت عارف احنا رجاله بنغسل دماغنا باي حاجه وبننزل على الشغل على طول. طبعا مع تراكم القشره على الفروه تمام بتعمل مشاكل وبتقلل وصول الغذاء للبصيل، فتلاقي الناس اول حاجه شعرها بيقع تمام بسبب القشره وعندها جفاف وما عندهاش نمو للشعرين. يبقى انا النهارده منتجات سيلا، مثلث سيلا دايما بقوله، الشامبو والسيروم والبلسم، مثلث سيلا هيعالج لي التساقط، هيعالج لي كمان التشابك، هيعالج لي كمان اي تلف او جفاف للشعر. نمسك بقى حاجه حاجه. ما انا معاك والله، انا قاعد بسمع ومستني، بس هتقولي لي عرض اكيد يعني بعد تحكي براحتك، انا ما عنديش مشكله. لا اكيد، بس انا بيهمني البهوات واحنا في سنه جديده، واحنا يهمنا ان احنا نجرب، يهمنا ان احنا نجرب. فهم لما يجربوا منتجات سيلا احنا عندنا اكتر من 1000 قصه نجاح، عالجوا التساقط، عالجوا الانبات، الاطاله، الكثافه، كل الحاجات دي اتعالجت معايا بمنتجات سيلا. ما شاء الله. ماشي، يلا نبتدي بايه بقى في المنتجات هنا؟ مفيش راجل او مفيش بيه ما بيستخدمش الشامبو. اه طبعا ده اهم حاجه، لو مش بيستخدم بلسم اكيد بيستخدم شامبو، ولو مش بيستخدم سيروم اكيد بيستخدم شامبو اكيد. فانا النهارده عندي شامبو سيلا مكونات طبيعيه جدا. عندي اكتر حاجه بتميزه او هي الوحيده اللي بتميزه، اول حاجه الناس اللي عندها تساقط يا ممدوح دايما بتبقى محتاجه زيوت عطريه. زيوت عطريه عشان تعمل تحفيز. حلو. انت لما بتيجي مثلا تحط نعناع على شعرك او على ايدك او تاكل نعناع، ايه اللي بيحصل؟ انتعاش. اه فرحه كده، في سعاده. بالظبط. الانتعاش ده بيجي من ايه؟ ان هو اول حاجه بيحفز لي الدوره الدمويه. طب فانا لما ابتدي احط الزيوت العطريه دي مثلا على شعري، زي مثلا زيت النعناع اللي موجود في شامبو سيل، فاول حاجه مش بيقلب الفروه، ده بالعكس ده هو مرطب تمام، مضاد للبكتيريا. الناس اللي عندها اي مشاكل في القشره، فانا عندي زيت النعناع الموجود في سيل مضاد للبكتيريا، هو بينظف لي الشعرايه تماما من اي قشره او اي افرازات دهنيه، اي اتربه. والاحلى من ده كمان ان هو ما بينشفش الشعرايه. حلو قوي. طب يناسب على اي شعرايه؟ يناسب الشعرايه الدهنيه والشعرايه الخشنه والشعرايه الناعمه؟ يناسب اي شعرايه؟ اه يناسب، لان احنا دايما في سيلا احنا عاملين كل المركبات، عامله المركب اللي هينظف، وعامله المركب اللي هيرطب، وعامله المركب اللي هيغذي. فانا عندي في سيلا شامبو سيلا هو خد كل حاجه، فانا عندي ارجان، زيت الارجان موجود فيه هيديني ترطيب، عندي بنسينول هيديني ترطيب، عندي بيوتين هيديني اطاله وتنعيم، عندي كرياتين. الناس اللي بتحط كرياتين وجلسات بتاذي الشعر، لا احنا النهارده جايبين لهم كرياتين طبيعي بتركيز كويس قوي، هيخلي الشعرايه مجرد ما تغسل بالشامبو تمام. والبلسم لا ده هي عملت لها تغليفه عملت الكفر بتاع الشعرايه اللي انا بروح اصرف عليه الافات مؤلفه، وكمان في كافيين كده، في مضادات اكسده. مضادات اكسده دي هتعمل عندي تحفيز كمان للدوره الدمويه، فهتمنع عندي التساقط. عندي حاجه زي زيت اللافندر، ريحته حلوه وبينعم وبيرطب وكمان بيعزز نمو الشعرايه. ده مفيد اللافندر جدا 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 جدا. ده فالناس اللي عندها تساقط اكتر حاجتين هيساعدوهم عندي الكافيين وكمان النعناع وكمان الحاجه الثالثه زيت اللافندر. انت قلت حاجه مهمه قوي، قلتي اول حاجه في الشامبو ان هو موضوع القشره، فدي اهم حاجه. كده ضربنا عصفورين بحجر، من خليت بالي شعري وشلت القشره كمان ترطيب وكمان منع للتساقط، ده ثلاثة. ماشي، وكمان في بيوتين وكرياتين، يبقى انا هاخد تنعيم وكمان هاخد اطالة. يا نهار ابيض، يبقى انا شلت القشرة ونعمت شعري وعملت كفرنج الشعراية وخليتها صحية، كل ده في شامبو وما بس. شفتش الشعراية ممدوح، دي اكتر حاجة كل الشامبوهات اللي موجودة في السوق ان هي بتنشف الشعراية. انا عندي شامبو سيلا الوحيد اللي هيرطب، وكمان عندنا النهاردة شامبو سيلا زيرو سلفات. يعني الناس اللي بتعمل مثلا جلسات ترميم لشعرها، عاملة مثلا كولاجين، عاملة فيلر، عاملة اي حاجة من التقنيات الجديدة للفرد الشعر دي، طبعا بعيدة عن الفورمالين عشان ما نوقعش الشعر أكيد. فانا عندي زيرو الشامبو سيلا زيرو سلفات، فهو كمان الناس اللي بتعمل ترميم مثلا يقول لها ايه بعد 6 شهور تعالي اعملي اعادة عليه، لا هو شامبو سيلا ممكن يخليها توصل ل10 شهور ولسنة ما شاء الله، ترطيبه زياده. ما ده اللي كنت اتكلم فيه، يعني الستات اللي بتروح تعمل صبغه هتقول لك لا انا لازم استخدم حاجات معينه، والراجل كوافير قال لي كذا، انا لازم استخدم حاجات معينه عشان الكرياتين، لازم استخدم حاجات معينه عشان الكولاجين. انت فاهم الفكره؟ زيرو سلفات زيرو بارافين، فهو ما فيهوش اي مشاكل للشعر، التساقط هيقل، كمان الترطيب هيزيد، وكمان الاطاله والتنعيم. الله سلام، ثلاث حاجات حلوين، ثلاثه في واحد. طب نخش البلسم. البلسم يلا بينا. انا عندي البلسم اول حاجه الناس بتعاني منها ان هي بعد ما بتغسل شعرها بشامبو ان هو شعرها بيجف. لا انا طبعا كده كده قلنا شامبو سيلا فيه ترطيب، وكمان 6 مرات زياده ترطيب بالبلسم ان هو بيغذي الشعرايه. حلو تمام. الناس اللي عندها مشاكل في التشابك، والناس تقول لك مجرد ما غسلت بالشامبو الدنيا مسكت في بعضها، لا مفيش الكلام ده. احنا النهارده عندنا سيرم سيلا وكمان البلسم بيمنع اي تشابك للشعرايه. هو طب ايه مكونات البلسم بقى بتاعنا؟ زيت اللوز الحلو.
يبقى انا عندي بيغذي وبيطول الشعر. انت عماله تقولي في زيوت وانا بخاف من موضوع الزيوت لان هو الزيوت دي بتخلي تحس هي ماده دهنيه كده. لا اول حاجه مفيش اي تلزيق في شعرايه بعد السيرم او بعد البلسم، لا ده شعرايه تبقى فريش تمام، وفي نفس الوقت المسام بتاعها والكمان قوامها سهل الامتصاص. حلو جدا. طب احنا قلنا اول حاجه زيت لوز، زيت اللوز حلو. وزيت الارجان وبنسينول وبيوتين وكمان في كرياتين، كل الحاجات اللي هتغذي شعرية موجوده. فهو خطير. زيت اللوز الحلو دايما البنات بتلجأ له عشان خاطر تطول شعرها. فاحنا عندنا النهارده في بلسم سيلا بتركيز عليه جدا هو والسيرم عشان خاطر التغذيه. فانا عشان اخد كل المكونات انا معايا تليفون، هروح ارد على التليفون ده وهنكمل بقيه مكونات. احنا وصلنا لاول حاجه اللي هو زيت الارجان وزيت اللوز دول بس اللي عمال، لسه في حاجات تانية سير. فنشوف بس سلمى عشان هي جربت منتجات سيلا، فنشوف هي ايه اخبار المنتج معاها. الو الو ايوه ايه الاخبار استاذ ممدوح؟ الحمد لله زي حضرتك، منوره الدنيا ربنا يخليك نورك. انت بقى استخدمتي في ايه في منتجات سيلا؟ منتجات الشعر. الشعر حلو، ولسه كانت بتحكي لي ايه دلوقتي على موضوع الشامبو والبلسم، لسه ما دخلناش للسيرم. انت استخدمتي كله في منتجات الشعر؟ ايوه استخدمت كله. ايه اللي حصل معاكي؟ انا محجبه وكان عندي قشره في شعري. حلو. وكنت بخاف ان انا استخدم منتجات القشره عشان طبعا بتسبب جفاف. تمام. فاستخدمت منتجات سيلا نظفت لي الفروه وما بقاش عندي قشره وزودت لي كميه شعري ورطبته لي. ده الوقت اللي خد ده كله بقى قد ايه؟ حوالي شهر. شهر وكان خلاص. أيوة. تمام تم العلاج. المفعول بتاعه بصراحه كان سريع جدا وجاب معايا نتيجه بسرعه جدا، وانا حابه اشكركم وحابه اشكر الاستاذه ايه على المنتج الجميل دوت. حبيبتي النهارده في عروض بقى عشان خاطر تكملي سلسله النجاح بتاعتك. كنت لسه هسال حضرتك ان انا عايزه اعرف لو في اي عروض او خصومات. هو انا حاسبها يا سلمى؟ يعني انا حاسب انت متخيله ليه هتخلص الفقره من غير ما اخد شويه عروض حلوه؟ عيب ما تصغرناش. نورتينا وشكرا ليكي وشكرا على مكالمتك والله يا سلمى. انا بشكركم جدا ربنا يخليكي. طيب يعني سلمى ممدوح زي ما هي قالت بخاف استخدم اي حاجه تشيل القشره فتنشف الشعرايه. فانا النهارده شامبو سيلا ترطيب وكمان تغذيه وتنعيم وعدم تساقط وكمان بتشيل اي قشره في الشعر. حلو قوي. ما تقولي لي العرض كده يعني روايه على البهوات والهوانم، لان كده كده الستات هتستخدم معانا المنتج. اي هانم حلو عايز منها ايه؟ عايز منها رضا، عايز ابتسامه، اكل، مش عايز لا عايزين منها بشره كويسه طبعاً. ونضره ومشدوده ونوره. كل ده لما اكون هي مبسوطه من شكلها انا هشوف حياتي حلوه. برافو عليك. فانا النهارده هخلي العرض بتاعي بشره وشعر، اللي هياخد عرض البشره هياخد عليه عرض الشعر هديه، واللي هياخد عرض الشعر هياخد عليه عرض البشره هديه. تاني انا هعيد العرض، اللي هياخد منتج الشعر هياخد عليه البشره هديه، واللي هياخد منتج البشره هيبقى عليه العرض الشعر هديه. شعر هديه. ده حلو قوي 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 الكلام ده وزي الفل. بنفس السعر بس عشان ابقى مرتاح. بنفس السعر. طيب نخش على البلسم. البلسم فانا النهارده محتاجه ان انا بعد خلاص ما غسلت الشعرايه ان انا اغذيها. تمام. اغذيها بايه بقى؟ اديها حاجه ترطبها. فانا عندي بلسم فيه زيت الارجان، في زيت اللوز، زيت اللوز وفي بنسينول كمان، وفي كمان زيت شجره الشاي كمضاد لاكسده. شجره الشاي ده جديده بالنسبه لي، اول مره اسمعها. مش احنا حاجه حلوه يعني حاجه مفيده للشعر. مضادات اكسده، مضادات اكسده عاليه جدا جدا. اول حاجه بتعملي تحفيز لنمو الشعر. فالناس اللي عندها تساقط خلاص بعد منتجات سيلا مفيش. شفت هي قالت لك بعد شهر. انا ممكن اقول لك كل منتج يبين لك مفعوله من ايه. يعني انا عندي تساقط ممكن من اسبوعين لثلاثه بالشامبو يبتدي يبان. عندي الترطيب بفض التشابك من البلسم من دي 1 تيجي تشوف نتيجته. انا مش عارف كل ما بسالك بتطلعي لي مكونات موجوده جوه الحاجه، فما في ايه تاني موجود في البلسم؟ ده الشامبو طلعت منه بتاع 5 مكونات دلوقتي. في كمان فيتامين اي عشان خاطر بيخلي سمكه الشعرايه كويسه، وكمان في سيليكون. ايه ده سمكه الشعرايه نفسها اللي هي السمك بتاع الشعرايه؟ التخن بتاع الشعرايه. حد يقول لك ده شعرته شعره خيل. تبقى الشعرايه سميكه وقويه وشكلها لامع وكويسه. حلو. تمام. في كمان مركبات زي احنا قلنا البانسينول، الارجان، البيوتين، الكرياتين. الناس اللي بتحط كرياتين هو الجسم نفسه بيفرز كرياتين. حلو. بس طبعا بقى مع عوامل الشعر اللي هو بيتاذي او كده فبتحتاج ان هي تحط كرياتين زياد. لا ده انا عندي النهارده البلسم فيه كرياتين. ده انت ده كوافير كامل بالظبط. هي اسمها كوافير. مجموعه عنايه، يعني عنايه وحمايه للشعرايه. طيب احنا كده خلصنا البلسم. نخش بقى على السيرم. السيرم ده بقى اكتر حاجه بتطلب، لان هو ممكن اصلا نستخدمه يومي. الناس اللي عندها مشاكل في التسريح او عندها مثلا تشابك زياده طول الوقت ممكن تستخدمه يومي. طب الناس اللي ممكن ما عندهاش، لا ده ممكن تستخدمه مرتين لثلاثه في الاسبوع. مرتين لثلاثه في الاسبوع اللي هو اصلا شعره كويس بس ده يستخدمه علشان المظهر العام. هو ده بيغنيني مثلا عن الجل وبيغنيني عن الكريمات اللي بحطها.
يغنيك. اول حاجه ان هو بيغذي الشعرايه، تمام، بتديها الغذاء بتاعها زي ما قلنا البيوتين والكرياتين اللي هي محتاجاه، وكمان في سيليكون يحفظ قوامها. والحاجه الثانيه ان هو بيعمل لها زي كفري ممدوح، اي بقى شمس، اي تراب، اي حاجه، اي حراره. الناس حتى بتتعرض لحراره على طول بشعرها ممكن تحطه قبل استخدام الحراره بس بكميه قليله قوي، تمام، فممكن يعمل لها ستايلنج حلو قوي للشعر. لا فيش مشكله خالص مع الشمس، يعني انا حطيت منه على شعري ونزلت، انت عارف احنا بننزل هو يعني لا ده هو هيعمل لها يعني هيعمل بلوك للاشعه ان ما تجيش ناحيه الشعرايه، هيعمل لها زي كفر كده يحميها ويغذيها. حلو قوي. طب ايه مكوناته بقى السيرم؟ بص احنا قلنا لو انت ما استفدتش من الشامبو فانت هتقوم لاقي نفس المكونات في السيرم، هتلاقي نفس المكونات في البلسم. فانت واخد النتيجه والمفعول 100%. الله، يعني انتوا حاطينه يعتبر في الثلاثه هو نفس المكونات بقوه علشان تقدر تستفيد الشعرايه نفسها. بس انا عندي بقى زياده في الشامبو في السيرم ان هو فيه سيليكون، دايما السيليكون بيحفظ لي القوام بتاع الشعرايه، تمام، والبيوتين فيه اعلى، وكمان الكرياتين فيه اعلى، وكمان فيه بقى زيت اللوز والارجان وزيت اللافندر وزيت النعناع بتركيز عليه جدا، فيديني اطاله وتنعيم ومنع للتساقط. وكمان اي مشاكل مثلا في الناس اللي تقول لك انا بنزل مثلا حمام السباحه وشعري بينشف بسرعه، مشاكل الجفاف، لا انا عندي السيرم النهارده كل مشاكل الجفاف، لان الجفاف يا ممدوح بعده تقصف بعده تساقط. اه فلا انا من النهارده خلاص انا من اول الجفاف انا منعته لك بالسيرم. والله كلام حلو قوي، يعني انا عجبني. بص هو في تقرير دلوقتي عايزين نروح نشوف برضو موضوع السيرم وموضوع الشامبو والبلسم عملوا ايه، وبعد كده هنرجع تاني على البشره. بس قبل ما نروح للاثنين قولي العرض تاني. ايه معلش تضحك عليا كل مره. لا خالص انت اختي. قولي بقى العرض. ماشي، النهارده اللي هياخد عرض الشعر هياخد عليه عرض البشره، واللي هياخد البشره هياخد الشعر. يبقى احنا النهارده بشره وشعر. بالظبط، بشره وشعر نفس العرض. سنه جميله وجديده. هنروح للتقرير ونرجع تاني عشان لسه في حاجات بقى للبشره هنخش بقى. احنا خلصنا وصلنا لغايه السيرم وهنخش على البشره، فشوف التقرير ونرجع لكم تاني. هاي، انا اسمي مريم، عندي 23 سنه، لسه متخرجه من الجامعه. طول فتره الجامعه كنت مهووسه بالالوان التريندي والشوار والبيبي ليس، كنت دايما بحاول اخلي شعري في احسن شكل. بس مع الوقت اكتشفت ان انا كده بدمر شعري، ابتدى يتساقط وابتدى فيها يشان ويظهر ان انا في اماكن ما في شعر فيها. بجد نفسيتي اتدمرت جدا وكنت متضايقه قوي، لحد ما في يوم كنت قاعده على الفيسبوك فسمعت عن برودكت اسمه سيرم سيلا. في الاول كنت خايفه بس قلت هجرب، هخسر ايه، كده كده شعري بايظ. فجربته، بجد ما ندمتش ولا مره اني جربته، من احسن البرودكت اللي استعملتها في حياتي. اللي شجعني اكتر اللي هو ايسين كان بيجيب نتيجه من تالت او رابع مره. مع الوقت حسيت ان الهيشان راح خالص، التقصيف ابتدى يروح مره ورا مره، بقى في نعومه، بقى في لمعان، بجد فرق معايا جدا. وبجد بنصح اي حد ان هو يجربه. وفعلا الشركه كمان بتعمل كذا حاجه غير السيرم ممكن تجربوها. فجربت كل البرودكت بتاعت الشركه وحقيقي اقل ما يقال في حقها ان احسن حاجه استعملتها لشعري، وبنصح اي حد ان هو يجربه. شكرا سيلا. طيب انا هقول لك بس حاجه عشان انا عجبني قوي اللي انا شفته، والتقرير حلو وحاجه تفرح كده، يعني في فرحه. بس انا هنا بقى زمايلي بيسالوني، يعني معلش في ناس لسه جايه ما حضروش معنا من الاول، الشامبو والبلسم والسيرم هيناسب كل الاعمار؟ يعني انا ابني اللي عنده ولا بنتي اللي عندها 7-8 سنين هيناسبوا اللي انا اعمل ده معاه، ولا ده لازم احنا البالغين بقى الكبار في السن؟ ماشي، انا عندي منتجات سيلا بشره وشعر. اول حاجه هي مرخصه من وزاره الصحه، تمام، يعني هي امنه جدا، يعني كل مشاكل البشره والشعر الناس بتجيب منتجات مجهوله المصدر فبتاذي بشرتها بتاذي شعرها. فانا النهارده عندي منتجات طبيعيه مكونات طبيعيه مرخصه امنه، هتلاقيها موجوده كمان على الارقام الموجوده في الشاشه دي، وكمان موجوده عندنا في كوبري الصيدليه.
الزواج. يعني موضوع آمن جدا، موضوع زيرو سلفات زيرو بارافين، فأي شعراية مش هتأذيها، بالعكس هي هترطبها وهتنعمها تساقط. يبقى أنا عندي النهاردة كورس سلة، إطالة، تنعيم، عدم تساقط، إنبات، خلاص مفيش أي حاجة. أنا بحب التفاؤل بتاعك أوي. أيوة والله، عشان مجربة وعندنا أكتر من قصة أكتر من 1000 قصة نجاح. الله أكبر، يا رب أكتر وإن شاء الله إحنا مع بعض في البيت والهنا مثلهم بقوا 2013. أه، فأنا النهاردة ممكن الأطفال عندي آمن جدا على الأطفال، آمن جدا على الحوامل، آمن جدا على أي حد، لأن هو فعلا مكونات طبيعية بتركيز عالي جدا. طب حلو أوي كده لغاية الشعر. نشوف بقى البشر. أنت عارفة الستات بتهتم بشكلها ومظهرها، وهو عشانكم والله تهتمي. عشان مين؟ عشانكم. ماشي، هنمشيها عشاننا. ماشي، طب دلوقتي ما هي عشانكم بقى، ايه اللي يعني ايه اللي بيلفتك؟ بشرتها النضره كده، وشها اللي بشوش بيضحك ويبتسم، والشعر طبعا اللي يكون. احنا خلاص خلصنا عملنا الشعر، يعني احلو شعرها احلو خلاص الموضوع. نتكلم بقى في البشره بقى شويه. قولي لي ايه اللي ممكن نستخدمه للبشره، لان انا عارف ان في، انت بتقولي كولاجين وكرياتين وحاجات كده للوش فقولي لي. لو انا عندي ناس عامله دايت مثلا وفقدت مثلا عناصر كتير جدا من جسمها، او كانت عامله عمليات او اي حاجه، فمحتاجه ان هي تتغذى كويس. فلو ما خدتش كل الفايده دي، او جسمها ما امتصش المكونات مثلا بتاعه الفاكهه او الخضار او الفيتامينز بتاعتها، لا، فانا النهارده عندي مكمل غذائي موجود معايا في الكورسين ممدوح، تمام، هيديها كل العناصر اللي جسمها محتاجه. حلو، يعني كده المكمل الغذائي مكمل معايا في الكورسين، يعني مكمل مكمل. هو مكمل، بص، هو ده مكمل حياتنا كلها، يعني كمل وش وبشر مكمل. بص، هو انا عاجبني دايما اسمه مكمل، هو بيكمل لي كل حاجه. حلو، تمام. فالناس اللي عندها مثلا اثار، مثلا اثار حبوب، كان عندها حبايه ولعبت فيها فسابت اثر، الناس كان عندها ندبات، الناس اللي كان عندها مثلا تصبغات من الشمس، الناس اللي بتروح المصيف مثلا ولونها بيتغير ما بيرجعش بسرعه، الناس اللي عندها مثلا من الطرح، هتلاقي دايما البنات في الجامعه بيتصلوا بينا عندنا شعر وشي لونه لون. فالتسمم الضوئي او الالتهاب اللي بيحصل مكان الشمس دوت، اول حاجه وشها بيحمر، تقول لك كده جميل، الله، بقى تحفه. الاحمرار ده يدي تصبغ، تلاقي وشها بعد كام يوم ابتدى يغمق. اه طبعا، عشان هي ما عملتلوش ايه، مش عالجت الالتهاب اللي موجود فيه وبرطبتوش، ما عملتش حمايه ليه كمان. حلو قوي، يبقى انا النهارده عندي سله بقى تخش الحته دي. حلو، يبقى انا عندي كريم ترطيب وحمايه للبشره، بيشيل اثار الحبوب، تمام، بيفتح، بيقوي الحاجز بتاع البشره. الناس اللي عندها مشاكل في بشرتها، ان بشرتها الحاجز بتاعها ضعيف او بتتاثر باي حاجه او بتلتهب بسرعه، فانا النهارده عندي كريم سله تفتيح، كمان بيشيل اثار الحبوب والتصبغات، وكمان مقوي للبشره. انا كنت لسه هكلمك فيها دلوقتي. لو واحد مثلا عندي حبايه هنا وعندي حبايتين هنا، فانا هل ينفع احط الكريم ولا لا؟ ينفع نحط الكريم. اقوى حاجه عندي في سله ان هو مختص بالتفتيح. حلو، لان انا عندي خلاصه العرق سوس، ودي حاجه كويسه قوي بالنسبه للتفتيح. فانا عندي النهارده في خلاصه العرق سوس، كمان في زيت شجره الشاي اللي كنت لسه بقول لك عليها كمضاد اكسده في الشعر. اي حاجه موضوع فيها مضادات اكسده، يبقى هي بتمنع البشره ان هي تتاكسد. ايوه طبعا، قللت ان هي تتاكسد، يبقى انا قللت التصبغ، يبقى انا فتحت. الله، يبقى انا عندي النهارده كريم سله ترطيب وتفتيح. يعني الفرق اللونين اللي ما بين الطرحه دول، شكرا. انا كراجل بحط منه منزل في الشارع، مفيش مشكله مع حماية. مع الشمس، حماية ان هو يقلل لي من ظهور التجاعيد، يقلل لي من ظهور التصبغات. حتى الناس اللي لسه ما طلع لهاش تصبغات بس تعرض لشمس كتير، هي ممكن تحطه كحمايه ان هي تمنع لي التصبغات، لان هو فيه فيتامين سي، فيتامين سي كمضاد اكسده عالي جدا، فهو كويس قوي. في كولاجين، فالكولاجين مضاد للالتهاب. الناس اللي وشها بيحمر ويلتهب بسرعه زيك كده، لا انا انا بيحمر من كتر الشغل بس. بس انت لما بتروح مثلا مشوار في الشمس في لحظه بتلتهب بسرعه جدا، لازم فانا عندي الكولاجين اول حاجه بيدي نضاره، تمام، بيدي بيزود من مرونه البشره، تلاقي البشره طريه زي البيبي. حلو، البيبي سكين دي عشان دايما بتبقى نضره وفيها مرونه، فانا عندي الكولاجين اللي موجود فيها بيدي ترطيب ومرونه، وكمان مضاد للالتهابات. حلو قوي. طب نقدر نستخدم المنتجات الجميله الاماريه دي ازاي؟ يعني اتواصل مع حضراتكم ازاي بقى؟ من ارقامنا الموجوده على الشاشه، وكمان صفحه الفيسبوك، وكمان انستجرام، وكمان عندنا ممدوح احلى حاجه في منتجات سلا او فريق عمل سلا، ان هو متخصصين. يعني انا هتصل، ايوه انا عندي مشكله في اثار الحبوب، هنقول لك هتاخدي الكريم والتفتيح وكمان مع السيرم هتستخدمي بالطريقه كذا، لا انا عندي مشكله، حتى لو هي مش عارفه ايه سبب مشكله احنا نبتدي نوجهها. حلو قوي. طب احنا كده عملنا الكريم، السيرم بتاعنا بيعمل ايه بقى في الوش؟ في حاجه مهمه جدا واقوى منتج للبشر، الهيالورونيك اسيد. خطير بقى ده. بيديني ليفتنج، ده بيشد البشره، تمام، بيديها نضاره، بيديها كمان توريد. فانا النهارده عندي فيه هيالورونيك، وفي كمان في فيتامين سي، وكمان في جليسرين، وكمان في بقى احلى حاجه لاثار الحبوب والتفتيح والمسام الواسعه، طبعا بابا والناس، في ريتينول.
ده كل ده في في السيرم البشر بيناسب اي بشره؟ بيناسب اي بشره. نقول بقى تاني كده عشان احنا خلاص بنكتب فقرتنا، فعشان ابقى انا بقى مرضي كده من جوايا. الاوفر ايه؟ الاوفر عندي مجموعه الشعر عليها مجموعه البشره هديه. كانت معاكم النهارده ايه؟ عايز اقول لك على حاجه، ايه اثبتان جميله جابت لنا اوفر حلو. قولي قولي. الناس اللي استخدمت المنتجات زي كمان الف قصه نجاح اللي قلت لك عليهم، احنا كنا بنجرب كتير. تمام، دلوقتي اللي هتستخدم المنتج وهتعمل عليه ريفيو وتبعت لنا تجربه حقيقيه كويسه ليها كمان مجموعه هديه. يا سلام، بشكرك والله يا ايه، نورتينا ونورت البي والهانم والله العظيم. طيب يعني ايه قالت لكم حاجه حلوه، قالت لكم الاوفر تاخد الشعر هتاخد البشره عليه هديه، وخدت البشره عليه الشعر هديه. وتتواصل عن طريق الارقام الموجوده قدام حضراتكم الفيسبوك وانستجرام. وايامكم كلها تبقى حلوه وسنه سعيده علينا وعليكم. وايه اثبتنا قصه العنايه بالشعر والبشره في مصر والشرق الاوسط كانت منوره النهارده. استنونا في حلقه جديده من البي والهانم. باي باي.